السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نتعرف باسم حضرتك، من أي بلد بشرفنا؟ دكتور عياد المعيني من العراق. أهلا وسهلا دكتور. فينا نعرف مجال عمل حضراتكم؟ مهتم في موضوع هذا الاستثمارات العقارية والبناء، مستلزمات البناء. رأيكم بالشركات التركية العارضة، كيف هي الشركات التركية العارضة؟ إن شاء الله كانت عند حسن ظنكم. والله أنا يعني شفت عروض ممتازة طبعاً، الظاهر المواصفات العالمية للدول المتطورة، وشفت أشياء ممكن تغنينا بعد عن أن نذهب إلى أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية، لأن تركيا بلد قريب ويعتبر ضمن الريجن الإقليمي اللي إحنا نعيش به، العراق بلد قريب على تركيا، لذلك ممكن التعامل مع هذه الشركات. شفت مواصفات جدا ممتازة ومواصفات عالية جدا لموضوع البناء والتخطيط والتصاميم، وتسهيلات جيدة في مجال الاستثمار، ممكن اللي هو الإنسان يستفيد من هذه الفرصة ويتعامل مع هذه الشركات وبشكل ممتاز جدا. وأنا أنصح المستثمرين العراقيين أو المستثمرين الموجودين في الدول العربية أن يتوجهوا صوب تركيا، لأنه الفرص واعدة والفرص جيدة وممتازة، وممكن التعامل بسهولة، وكل الامتيازات اللي يحققها الاستثمار موجودة في تركيا بشكل سلس وجيد ممتاز جدا. أكيد نتشرف بحضورك ونتشرف بحضور جميع رجال الأعمال من دولة العراق. شكرا كثير لحضرتك. جزيلا أشكركم وأشكر القائمين على هذا المهرجان أو هذا التجمع أو الملتقى، في غاية الدقة من التنظيم وفي غاية الدقة من التسهيلات اللي قدموها للضيوف، ونشكركم جزيل الشكر على هذا اللقاء أيضا. شكرا.